نذكروا فريد مع انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد الحجايه، وهاد الحجايه اللي كتقول حمراء مدوره وزوينه وكدار في الحريره وفي السوق دايره روينه، الا بغيتوا تعرفوا اشنا هي يلاو معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجيتكم ما جيتك على حمراء مدوره وزوينه وكدار في الحريره وهاد اليامات طالعه في الثمن دايره روينه. شكون مطيشة؟ مطيشة متأكد؟ هادي اللي قداش عليها. شحال دابا دايره مطيشة؟ 12 درهم. 12 درهم؟ والثمن مناسب بالنسبة للمواطن؟ لا 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 اسمع اسمع، دابا شناهو هما قالوا في الأخبار هكا غادي تنقص، وعرفت مطيشة مع رمضان هاكا تغلى، ولكن 10 درهم بزاف. نتمناو من الله شي قص. دابا بالنسبة ل 12 درهم واش الثمن مناسب ولا غالية؟ غالية. غالية. بنادم يعدى بالحك أو خاصو دعوة مطيشة ديال الحياة. يدير ديال الحك حسن؟ ديال الحك كدير شويه. شويه؟ كتجي حامضه. وهادي الكركوبه اش كدير؟ لا مطيشة ديال العام مزيانه. مزيانه؟ مزيانه. ديالاش؟ ديال الوالديه ولا؟ ديال الوالديه ديال كلشي. وشي رساله منك؟ المسؤولين عارفين كلشي، عارفين التقضيات، عارفين كلشي، ولكن الاجمالي ديال المال بنادم ما مدخلش اصاحبي. بنادم ما عندوش الفلوس، دابا ولات المعيشة غالية، القان 21. دابا اللي درت مطيشة في رمضان 300 ولا 400 غتشريها أنت؟ غتشريها؟ لا ما نشريهاش، ولكن نتمنى الله خصو يدير لها 6 دام 5 دام تولي مزيان. هذا ثمن مناسب؟ 4 دام 3 دام بلاش مازال غتزيد الوقت. لا خيابت؟ دابا تزيد. مطيشة خويا. مطيشة. مطيشة خويا اللي مديرة روينة خويا هاد الأيامات هادي وطلع لها الشتا. شحال خديتي هاد الأيامات؟ هاد الأيامات خديتي خويا بسبعة دراهم 8 دراهم أصاحبي، أنا مولف كناخد دابا جوج دراهم جوج دراهم ونص ديال الماكسيموم، وقعد لا طلعات 3 دراهم، دابا حاليا مديرة أصاحبي سبعة دراهم 8 دراهم، راه نقدر ناخذها واحد أخرى ما غياخذهاش أصاحبي. دابا مثلا إلا درت شي 15 درهم ولا 13 درهم في رمضان تشريها؟ لا خويا غنشريها، نقدر نشري جوج أخويا. جوج مطيشات؟ جوج مطيشات أخويا غندير بهم بعدا صالات بعدا باش ما يبقاش فيه الحال أخويا، حقاش أصاحبي الحريرة الأساسية أصاحبي. مطيشة كندير بها الحريرة أصاحبي، الحريرة أصاحبي أساسية في رمضان أصاحبي. دابا أصاحبي واحد أخرى ما غيشريهاش، واش نمشي نشري أنا مطيشة خيمة زوج أصاحبي؟ شي رسالة منك للمسؤولين؟ رسالة للمسؤولين هما خويا يشوفوا في وجه الشعب أخويا وي حاولوا يديروا واحد الثمن مناسب اللي يكون. الثمن المناسب ديالها شحال في نظرك؟ حاليا دابا الماكسيموم كاع 3 دراهم. 3 دراهم؟ 3 دراهم فهمتيني ولا لا، باش تطلع مزيانه على حساب الناس وعلى حساب المستهلك شاوه اللي كيبغي يعيش وهذيك عارف مع رمضان وهذي. دابا كاين الناس اللي كياخذوا واحد الكونتيني بزاف، ولكن اخويا كنتمنى انهم ينقصوا شويه من الثمن. نتمنى هذه الرساله توصل للمسؤولين. حقاش الحريره اساسيه وتحياتي ليك. بطبيعه الحال هي الطماطم اللي حنا تنحتاجوها بطبيعه الحال في رمضان، اللي هي واحد الاكله بالنسبه للمغاربه اون جينيرال راها مهمه للاغنياء وللفقراء على سواء بجوج كيف كيف. وانا اش غنقول لك، تنتمنى من الدوله ترفق بالناس اللي مساكن ما فحالهمش. مين ولات المطيشه ولات تدير 10 دراهم وتيقول لك 160 ديك الصغيوره، اذا فينا هو هذا الفقير باش غيعيش؟ مش متفق معايا خويا؟ متفق معاك. اذا فينا هو هذا الفقير وباش غادي يعيش؟ الوغ ونشوفوا هذا السيد اللي عنده واحد الاسره كبيره بما فيها الاب والام، كيفاش غيدير تيشري مسكين كيلو د مطيشه غيولي يهدف غير نص كيلو د مطيشه، باغي غير جوج مطيشات. ودابا انت يا دابا انت يا استاذ الا وصلت 300 درهم في رمضان تشريها ولا ما تشريهاش؟ اش غنقول لك اخويا؟ غنشري جوج مطيشات. جوج؟ وحده للشلاضه وحده للحريره. تحضري بها ولدي. نضحكوا على سبيل المستملحات. ربما نقدر نشري جوج مطيشات وبركه علينا حنا الفقراء. الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. شنو هي؟ لي طومات. لي طومات بالفرونسي قلتيها؟ مطيشه. مطيشه. دابا شحال دايره مطيشه؟ 10 دراهم كاين اللي تبيعها ب 11 درهم. وعلى ما شفتنا ثاني في سوق الجمله راه هذه الايامات دايره 5000 ريال الصندوق، سمعناها شفناها في الاخبار 5000 الصندوق. الجوده واللي هي شويه 3800 الصندوق 4000. دابا انت في رمضان دابا دارت 300 درهم في رمضان غتشريها؟ ما غادي نشريوهاش. الناس اغلبيه الناس ما خداماش واللي عنده الدخل محدود ما غادي يقدرش يشريها ما في استطاعتوش. شي رساله منك. هذا راه خص الحكومه اللي خصها تدعم الفلاح، راه الفلاح جايه من عنده غاليه. انا ما سمعنا حنا تقسينا بعض الاخبار ان من جايه من عند الفلاح بهذا الثمن، حتى هو غالي عليه المواد، الاسمده والادويه بزاف الاشياء والخدامه.
خدامه خدام راه تيوصل لي احيانا شي بلايص اللي يوصل 3000 ريال الخدام. يا هذا العام هذا العام 1500 في البلايص الرخيص الخدام العامل اللي هو رخيص باماكن اللي هي رخيص فيها العامل 1400 اقل. ايوا هاد الفلاح مسكين تاهو بشحال يبيع راه هاد العام غدير الحريره ولا ما ديرهاش؟ راه اغلبيه الناس ما غيديروهاش غير تعطاو الحسوبه حتى هي راه حتى كلشي ملي غيديروا الحسوبه الحسوبه راه طلع الثمن ديال السميده وطلع الثمن ديال كلشي طلع الثمن ديالو. هي مطيشه مطيشه هي اللي تيديروا في الحريره ولات اغلى من البنان. مطيشه ولات اغلى من البنان ومن التفاح. دارت كرون دارت الكرون حتى هي ولات 5400 في الصندوق. اش غيبقى بنادم ما يدير به؟ الله ما ياكل غير التفاح والبنان ما عنده ما يدير بديك المطيشه. يخدر بالتفاح والبنان. البنان خير ليه. ايوا واش غنقول لك يا ولدي؟ شنو هي بعدا؟ شنو هي مطيشه؟ راه الا ما كانت مطيشه راه ما كاينه حتى شي حاجه. ان مطيشه هي اللي كدير بها الحريره كدير بها لاصوص كدير بها اي حاجه. الا ما كانت هي راه ما كاين والو. وهي دابا غلات علينا واش غنديروا؟ دابا مطيشه ملي غتولي 10 دراهم 160 اش اقل هذا العام ما غنديروش الحريره والو والو. هاد العام ما كاينه لا حريره لا مولاي حزانون. ديروا الحسوه انا رجع على الحسوه والبصاره والعصيده البلبوله والعصيده العصدون. واش هذا واش غنديروا دابا لو وصلت 300 ريال في مطيشه في رمضان واش غتشريها ولا ما تشريهاش؟ والله ما نشريها واخا نبقى انا وياها. انا توصل غير 10 دراهم بناقص من ديك الحريره ما عندي ما ندير بها. بناقص منها ما عندي ما ندير بها. اش غندير انا بالحريره اللي دايره 310 دراهم؟ اش غندير بها؟ منين غنجيبها وانا غير فقيره؟ وشي رساله؟ على قد الحال. رساله؟ انا كنوصل رسالتي لخوتي المغاربه جميع الوطن وخارج الوطن من طنجه حتى للقويره. الله يستر عليكم، تعاونوا معنا في هذا المطيشه، رفقوا علينا شويه راه رمضان هذا، وبنادم راه الله يحسن العوان، كاين اللي عنده كاين اللي ما عنده، والانسان يقدر الظروف ديال المسكين. راه المسكين ما عنده منين يجيب حتى شي حاجه. انما الاسعار كلشي غلات القضيه كلشي طلعت المصاعر انها حاجه. ورمضان هذا بنادم صايم. الله يستر عليكم الله يستر عليكم. انا اللي كنطلب من عندكم ديروا لينا شي تاويل ديال الخير.